الطريقة الأولى سنسال أو طوق رقبة. نحضر مشبكان بلون من اختيارنا ونقوم بشبك كل منهم بطرف العقد، ثم نشبك العقد معا عند الارتداء. الطريقة الثانية إدخال شبرة مزخرفة على السلسلة. نلف طرف الشبرة مع طرف العقد ونلصقها بالسيليكون. نحضر شبرة أخرى وندخل الحلقات ونلصق الشبرة ببعضها حتى تثبت الحلقات مكانها. يتم إدخال الشبرة من وسط الحلقة الأولى ونخرجها من الثانية ونشدها. إذا وجدنا بأن الشبرة طويلة فنقصها. هكذا يكون السنسال جاهز للارتداء. الطريقة الثالثة كيف نصنع حزام من سلسلة؟ نحضر سلسلة وحبل جميل، ندخل الحبل بالسلسلة من الجهتين ونربطه. هكذا يكون السنسال جاهز للارتداء. الطريقة الرابعة إدخال شبرة على السلسلة. ندخل الشبرة بالسلسلة من الجهتان ثم نربطها ونشكل شبرة. يتم لبسها بوضع الشبرة على جنب الرقبة.